احمد، استاذ مساعد بكليه فنون تطبيقيه. انا ابتديت المشروع بتاعي او الشغل بتاعي من يوم ما اتخرجت من سنه 92. ابتديت اعمل مجموعه من المنتجات الفنيه. انا شغلي كله بالزجاج بالكامل، زجاج اليدوي. فحبيت ان انا افوكس او اركز على تقنيه واحده في الزجاج، هي تقنيه اعاده تشكيل الزجاج حراريا. قلت بدل ما انا بشتغل بوجه عام بكذا تكنيك، لا انا اركز في تكنيك واحد بحيث يطلع الشغل مميز او ان انا ابقى دارسه كويس جدا. فابتديت من بكالوريوس، من ساعه ما كنت في بكالوريوس فنون تطبيقيه ابتديت اركز على التكنيك ده واشتغل فيه اكتر. وبعد كده اتخرجت، ابتديت من سنه 92 اعمل مجموعه من المنتجات الفنيه، وابتديت اعمل الماجستير بتاعي والدكتوراه بتاعتي في نفس التكنيك. بعد ما عملت مجموعه من الاعمال الفنيه حسيت ان انا مش مفروض اعمل حاجات فنيه فقط، فابتديت اوظف بقى الحاجات اللي انا بعملها دي بحيث يبقى منتج جمالي وفي نفس الوقت منتج وظيفي. ابتديت اعرض منتجاتي دي في معارض جماعيه، فالحمد لله لقيت ان هي يعني لاقت اعجاب الناس من حس الجديد فيها، من تقنيه، من تناغم الوان. فابتديت اشارك في مجموعه من المعارض الجماعيه في مصر، ابتديت اطور من نفسي، ابتديت اخش في معارض فرديه بحيث انا اخد المعرض بالكامل لنفسي، اعرض فيه كل منتجاتي. ابتدينا نشارك في المعارض المختصه بالحرف اليدويه، بيبقى في منتجات من الخزف، منتجات من الرخام، من الاخشاب، بنخش احنا بمنتجنا من الزجاج كمعارض هاندي كرافت داخل مصر. طبعا الكلام اللي انا بحكيه ده ابتدى من سنه 92 لغايه يومنا هذا. الحمد لله ابتديت اطور من نفسي اكتر شويه، بزود المنتجات اللي بنتجها، ابتديت اطلع معارض بره مصر. رحت ميزو أوبجي في فرنسا، ده من اكبر المعارض الخاصه بالهاندي كرافت انتيريورز. رحت بقالي 3 سنين معرض امبيانتا في فرانكفورت في المانيا. ده طبعا بيتطلب مجموعه من الشغل زي ما بيقولوا المختلف عن الماركت المصري. ابتديت اشوف السوق الاوروبي محتاج ايه، في اختلاف في الالوان اللي هو محتاجها، في اختلاف في الاستخدامات اللي بيتطلبها الاوروبيين هناك، ليهم عادات وتقاليد غير الموجوده عندنا. فابتديت ادرس ده، ابتديت ادرس ايه الالوان اللي مطلوبه، ايه الترند اللي موجود في 2018، اللي موجود في 2019، اللي موجود في 2000. كل سنه بغير الهوم ورك اللي مطلوب مني ان انا اشتغل عليه قبل ما اروح المعرض، والحمد لله يعني بيلاقي اعجاب الناس، والواحد بيفخر ان هو بيقول هناك المنتج ده صمم وصنع في مصر. لو اتكلمنا على الشباب في كل المجالات مش في مجال الهاندي كرافت بس، المفروض من وجهة نظر انا كل واحد يعمل اللي بيحبه. يعني طالما بالذات لو بيعمل مشروع شخصي او حاجة شخصية ليه هو، مش بيشتغل في مكان او في شركة او حاجة، لا اعمل الحاجة اللي انت بتحبها. اي حد بيعمل حاجة اللي بيحبها لازم هيدي فيها، استحالة مش هينتج، استحالة مش هيطور نفسه فيها ويطلع منتجات اكتر ويطلع حاجات اكتر. فنصيحتي ان كل واحد يعمل حاجة بيحبها ويطور نفسه فيها ويذاكرها كويس جدا. مصر غنية بحرفيين وفنانين ومصممين كتار جدا، مش هبالغ لو قلت 60-70% مش معروفين او الجمهور المصري مش عارفهم. لازم يظهروا من خلال معارض، من خلال وجهات على الانترنت، من خلال التلفزيون، من خلال جهات كتير جدا، تبين للناس المنتج المصري الجودة بتاعته بتوصل لفين. الحلم اللي بعدين الجوده دي توصل للعالم كله مش لمصر بس، زي ما احنا بنقول في بلاد زي الهند، زي تونس، زي المغرب، زي اندونيسيا، في بلاد عندهم حرف يدويه جميله ظاهره للعالم كله. لازم الحرف المصريه دي تظهر للعالم كله من جودتها ومن اختلافها عن المنتجات الاخرى.